السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخباركم كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية. معكم هشام منياني من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. مروا الآن أهم عناوين حلقة اليوم. رئيس بروسيا دورتموند: سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أشرف حكيمي. هذا ما قالته الصحافة العالمية عن اعتزال المهدي بن عطية اللاعب دوليا. باتريس بوميل: ولاعبي المنتخب يودعون بن عطية بعد اعتزاله. الجامعة تشكر بن عطية بعد اعتزاله اللاعب دوليا. هذا هو سبب تأجيل وحيد خليل وزيتش الإعلان عن لائحة الأسود. اقتراح غريب من خليل وزيتش لمحمد أمين احترن. فريق أوروبي كبير يريد احترن. من جديد: الرجاء والوداد في ورطة كبيرة. حصريا: رونار يعلق على اعتزال بن عطية الدولية. أكد يواكيم هانز رئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه من أجل الاحتفاظ بالدولية المغربية أشرف حكيمي بعد انتهاء عقد إعارته نهاية الموسم الجاري احتفالية، مما يبرر تواجده ضمن منظومة المدرب لوسيان فافير الذي يعتمد عليه في الكثير من الأحيان كأساسي. كما أصبح معلوم أن الدولية المغربية المهدي بن عطية مدافع الحيلة القطري لكرة القدم أمس الثلاثاء رسميا اعتزاله الدولي مع المنتخب الوطني المغربي، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج على قناة بي إن سبور القطرية. ونشر العديد من لاعبي الأسود الأطلس تدوينات يودعون من خلالها عميد المنتخب الوطني المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بشكره على كل ما قدمه رفقة النخبة الوطنية معربين عن فخرهم باللعب معها في المنتخب الوطني المغربي. ووجه الإطار الفرنسي باتريس بوميل مدرب المنتخب الأولمبي رسالة مؤثرة للاعب المهدي بن عطية بعد أن قرر الأخير اعتزاله اللاعب دوليا. ونشر باتريس بوميل عبر صفحته في موقع انستغرام مجموعة من الصور للاعب المذكور إلى جانب عدة رسائل، من بينها: شكرا على اللحظات المشتركة مع أسود أطلس، أنت قائد عظيم ورجل عظيم، حظا موفقا في محطتك القادمة ونهاية مشوارك. وزاد باتريس بوميل قائلا: تشرفت برؤيتك كلاعب وقائد، متحدون إلى الأبد، الأسد لا يموت بل ينام فقط، عمل رائع أيها البطل. تجدر الإشارة إلى أن كل من بارك بوصوفا وكريم الأحمدي قد قررا أيضا الاعتزال اللاعب دوليا مباشرة بعد الإقصاء المفاجئ. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on.
15 مليون أورو كثاني أغلى لاعب في العالم لأقل من 18 سنة بعد أنزو فاتي لاعب برشلونة الأول ب 25 مليون أورو ولاعب رين كافامبيا ب 20 مليون أورو. جدد ممثلو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتهم بمحمد أمين احترن الموهبة المغربية في صفوف فريق بي إس في ايندهوفن لتقديم مقترح جديد للاعب قبل انطلاق تجمع أكتوبر المقبل بإقامة مباراتين أمام ليبيا والغابون. وأكدت مصادر مقربة من اللاعب احترن أن المقترح الذي تقدمت به الجامعة لصاحب 17 سنة يتعلق بحضور التجمع التدريبي دون خوض مباراة فقط للتعرف على الأجواء وعلى المدرب وحيد خليلوزيتش الذي أبدأ إعجابه باللاعب منذ أول يوم تولى خلاله تدريب المنتخب الوطني المغربي بشكل رسمي من طرف المنتخب الوطني المغربي الأول لخوض معسكر مراكش مع الأسود. تقرر رسميا إغلاق المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء رسميا خلال شهر أكتوبر الجاري من أجل إخضاعه لإصلاحات جديدة قصد إخضاعه لإصلاحات. علق الناخب الوطني السابق الفرنسي هيرفيرونار المدرب الحالي للمنتخب السعودي لكرة القدم في تصريح خاص به أحد المواقع عن قرار اعتزال الدولية المغربية المهدي بن عطية مدافع الحيلة القطرية. وقال المدرب الفرنسي في تصريح حصري بخصوص هذا القرار: هنيئا له على مساره الدولي الرائع رفقة الأسود، كان قائدا رائعا طوال الوقت الذي أشرفت على تدريب المنتخب الوطني المغربي. وأضاف المتحدث نفسه: شكرا جزيلا لبن عطية على كل ما قدمه للمنتخب المغربي، سيبقى ضمن أساطير كرة القدم المغربية.